في ظل التنافس الكبير في معرض ذا انفستر اكسبو الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، إلا أن شركة نيو إيفن ديفلوبمنت تحظى بالنصيب الأكبر من العملاء المصريين واليمنيين والخليجيين، وهي الشركة اليمنية الوحيدة المشاركة في المعرض. يتواجد في المعرض أكثر من 25 شركة تطوير عقاري تمثل نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة. ويأتي المعرض العقاري كنافذة تفتح على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. لتفاصيل أكثر حول المعرض وشركة نيو إيفن تحديدا، ينضم معنا عبر السكايب الدكتور حميد الرجوي المدير التنفيذي لشركة نيو إيفنت ديفلوبمنت. صباح الخيرات عليك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يسعد صباحك دكتور حميد، سعداء بوجودك معنا اليوم. حدثنا بداية عن هذه الشركة وكيف كانت بدايتك في مجال التطوير العقاري. شركة نيو إيفنت هي الشركة اليمنية الوحيدة كما تفضلتم التي استطاعت بفضل الله عز وجل أن تخوض غمار المنافسة الكبيرة داخل العاصمة الإدارية، حيث يتواجد في العاصمة الإدارية أكثر من 4200 شركة مصرية وعربية. تنافس عالي جدا، ليس من السهولة أن تحصل على أرض أو مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة لما تشترطه الجهات المصرية حرصا على إنشاء وبناء العاصمة الإدارية بأعلى معايير عالمية. فهناك شروط كبيرة جدا تضعها شركة العاصمة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للشركة التي تريد الحصول على مشروع في أرض العاصمة الإدارية. كان هذا بالنسبة لنا عبارة عن حلم. حاولنا قدر استطاعتنا أن نبذل جهودنا لأن نثبت وجودنا كشركة يمنية موجودة داخل العاصمة الإدارية. أحب أن أنبه أنه هناك كثير من الشركات اليمنية كشركات تسويق، لكن كمطور هي نيو إيفنت الشركة الوحيدة استطعنا أن نخوض غمار المنافسة. في فترة قصيرة من عمر الشركة أصبحت تقيم الشركة كواحدة من أفضل 5 شركات موجودة داخل العاصمة الإدارية. جميل. تميزت الشركة بكادرها المتميز، تميزت الشركة باختيار المواقع الهامة جدا داخل العاصمة الإدارية. فقد كانت مشاريعنا عبارة عن مشاريع ذات استخدام مشترك تجاري وإداري وطبي وفندقي في قلب العاصمة الإدارية الداون تاون، وكان اللوكيشن في قلب الداون تاون على سنترال بارك على بعد 250 متر من الحي الحكومي، الوزارات والبنوك ومجلس النواب والشورى، وعلى بعد حول 1.5 كيلو من الرئاسة ومسجد مصر الكبير وفندق الماسة، أكبر معالم العاصمة الإدارية نحن في القلب منها. استطاعت الشركة أن تنطلق بمشروع اتش مول، وكان المشروع الأول للشركة الذي حظي بديزاين مختلف تماما عن كل المشاريع المجاورة، وأصبح قبلة المستثمرين المصريين قبل غير المصريين. لدينا متعاقد معنا أكثر من 1070 شركة تسويق عقاري، كل هذه شركات مقتنعة وراضية بما تقدمه نيو إيفنت. جميل. نعم، اليوم احنا بعد الاسبوع القادم بداية شهر 6 نازلين بمشروع جديد، لنا مشروع سكني قادم ان شاء الله عز وجل. جيم. طيب دكتور، قبل ان ننتقل للمشاريع الاخرى، كنا حابين نعرف منك في هذا المشروع تحديدا، يعني ما هي التسهيلات التي ستقدموها لليمنيين خاصه والان شريحه او نسبه اليمنيين الموجوده في مصر كبيره جدا؟ اولا احب ان اشير الى المشروع. المشروع كما ذكرت لكم من افضل الاماكن الموجوده داخل العاصمه، ديزاين متميز ومختلف جدا، كل الوحدات بتطل على فيو على الحديقه المركزيه مباشره وعلى محور من المحاور الرئيسيه المدخله الى الهيئه الحكوميه. اضافه الى ذلك المشروع متعدد الاستخدامات. اما بالنسبه لموضوع التسهيلات، وصل معنا عروض المعرض البارح وقبل البارح الى 10 سنوات فترات السداد، ديسكاونت 10% للي حجزوا داخل المعرض. اضافه الى ذلك لدينا باستمرار في المعرض او خارج المعرض تسهيلات خاصه وفريق عمل خاص بالعميل اليمني والخليجي،
وفي تسهيلات خاصة لليمنيين سواء في طرق السداد أو في الخصومات التي يحصلها اليمني ميزة على غيره، حرصا منا على إعطاء الأولوية لأصحاب البلد، وهم من شجعنا وهم من دعمنا من البداية، وثقتهم فينا نقدرها عاليا، وحريصين جدا أن يكون لدينا النصيب الأكبر في المشروع يمني. تمام دكتور لكن أقول حميد، بصراحة أن المصريين إلى حتى الآن في المشروع أكثر، وصل نعم جميل، المصريين إلى 50% و50% الأخرى أو 48 بالضبط متوزعة بين اليمنيين والخليجيين. أكيد بطبيعة الحال يعني المصريين هي بلادهم، فأكيد يعني كمية المصريين اللي حيستثمروا في المشروع أو يعني حيتجهوا للشركة حيكون أكبر. طيب هي أصلا يعني ممكن كثير من الأشخاص لا يفهمون في مجال التطوير العقاري، يعني ضعنا في الصورة حول طبيعة عمل الشركة، شركتكم الخاصة اللي هي نيو إيفنت ديفلوبمنت، ما الذي تقومون به؟ ما هي طبيعة عمل الشركة؟ احنا لدينا شركتين، الشركه الاولى شركه بصمات وهذه عمرها في السوق 6 سنوات، تشتغل في البناء داخل الحي العمراني في القاهره القديمه، لديها 18 مشروع سلمت، ولديها الى الان تدير اكثر من 350 شقه، عباره عن اخذ المشروع والبناء ثم التشطيب ثم التأثيث ثم إدارة العقار وإرسال العوائد الاستثمارية للعملاء مكشوفات حساب دورية. هذه الشركة الأولى. الشركة الثانية شركة نيو إيفنت، هي ولدت للتطور الطبيعي من رحم شركة بصمات. شركة نيو إيفنت دخلت من البداية قوية، دخلت تحدي كبير جدا. شركة نيو إيفنت عبارة عن مطور عقاري، المطور العقاري هو الذي يدير المشروع كامل ابتداء من الفكرة ثم إعداد دراسة الجدوى الاستثمارية والتسويقية، وبعدها القدرة على التمويل وجمع المال، ثم إدارة العملية كامل ابتداء من شركة الديزاين تصميم المشروع ثم الاستشاري الهندسي والإنشائي والمعماري، شركة المقاولات ثم التنفيذ إلى أن يسلم المشروع كمكتمل، ثم بعد التسليم المتابعة مع شركة الإدارة الذي تدير المشروع من أجل أن يحقق عائد استثماري كبير جدا. كل الخطوات هذه حرصت على جمع مدروسة أفضل الأسماء داخل السوق المصري كأفضل استشاري هندسي يعرفه المصريون جميعا بشيخ العمارين، شركة الاستشاري الهندسي حسين صبور، شركة لها تواجد في 12 دولة، لديها 1200 استشاري هندسي عمرها أكثر من 120 سنة في السوق المصري، كذلك شركة إدارة شركة كات أكبر شركة إدارة دخلت مصر. فاجتمعت شركة نيو إيفنت بأفضل الشركات الحليفة والعاملة في السوق سواء في التصميم أو في الاستشارة الهندسية أو في الإدارة، وهذا يضمن أن المشروع سيتحقق على أرض الواقع أفضل مما هو مصمم، وبعدها يضمن تواجد البراندات نعم. الكبيرة فيه بما يعود عائد استثماري الجميل للمستثمر. جميل جدا، يعطيك ألف عافية دكتور، احنا جدا فخورين انه في مشاريع يمنية بهكذا خطوات مدروسة وموثوقة، نتمنى لك اكيد كل التوفيق. الدكتور حميد الرجوي المدير التنفيذي لشركة نيو إيفنت، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وشكرا لكل جهودك المبذولة لنقل صورة جميلة عن اليمن واليمنيين في الخارج. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام، يعطيك العافية وكل التوفيق لكم.